الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين
إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وإيمانا لا يرتد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة الحبيب النبي في الجنة ولذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا أتيناك تائبين فاقبلنا نادمين فتب علينا. اللهم فاقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم وأنزل على موتى المسلمين من بركات دعائنا. اللهم وأنزل من بركات هذا الدعاء على الموتى في قبورهم وعلى المرضى في فرشهم يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا
واصلح بناتنا، اللهم اجعلهن هاديات مهديات بالصحابيات مقتديات يا رب العالمين. اللهم وأجب سؤلنا، اللهم وأجب سؤلنا، اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع المبارك واخلف عليه في أهله وماله يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر بسوء فاجعل تدبيره تدميرا له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.